أهلا ومرحبا بكم من جديد. نحن وأنتم ظلال الأصيل، مساحات ممتدة من المحبة والألفة تجمع بيننا وبينكم إلى المساحة الثانية من هذا المساء، وهي تجربة شابة في كتابة الأدب السوداني وأنماط مختلفة من الأدب السوداني. نستضيف فيها الباش مهندس عباس طنبل عبد الله الملك الكاتب والرواية. مرحبا بك حبابك عشرة. أهلا بكم وبكل المشاهدين وبكل الذين كانوا معنا ويكونوا معنا الآن خلف الكاميرات أو خلف العين السحرية. وأهلا بك الأستاذ نزار وإلى المبتدأ إن شاء الله. مرحبا بك. عندك ثلاثة إصدارات باش مهندس. الإصدار الأول هو انتداب في 2016، ممكن نشوفهم ديل الإصدارات الثلاثة. انتداب الإصدار الأول في 2016، بعده نحيب الانكسار هو في 2022 رواية أيضا، وبعده أنين قلمي وهي مجموعة قصصية. خلينا باشمهندس نتكلم أول حاجة عن التجربة الأولى، تجربة انتداب وفكرة كتابتها ومناقشتها، وكم من الزمن أخذت معك ووقعها عند القاري والنقاد. نعم، هي تجربة انتداب رؤية نقدية مدعمة تجريب سردي، وهي في الأصل يعني عبارة عن تجربة واقعية، ويحق لنا في الأدب توظيف تجارب واقعية. هي قصة حياة الدكتورة إنعام حسب الرسول، أستاذ التاريخ بجامعة الخرطوم. تقريبا في العام الثامن بعد هذه الألفية هي أستاذ التاريخ، وهي نادت بانتداب دولي لتسيير شؤون البلاد، وكما قالت هي يعني الكوادر السودانية فشلت في تسيير شؤون بلادها. لأجل ذلك أنا وظفت هذه القصة الواقعية في قالب قصصي كتجربة إنسانية، وصدرت في العام 2016 أبريل عن دار أوراق المصرية. فتقريبا استغرقت من الزمن عام ونصف العام. بالطبع طبعا كتابة الرواية يعني هي عمل عظيم، وكتابة الرواية هي عمل سردي صعب بالمقارنة مع الفنون الأدبية الأخرى كالشعر وما شابه ذلك، وإن شاء الله. يعني يا باشمهندس بيقولوا انه من الصعب ان يتحدث الكاتب عن الروايه شرحا، باعتبار انه اذا اراد ان يقول حدث محدد ده كتبه في مقال ما كتبه في روايه، بالتالي لا يمكن للكاتب حتى ان يصف عمل روائي محدد كتبه هو او اخططاه هو، يقول يا اخي والله روايتي دي يتكلم عن الحاجه الفلانيه. لكن مجملا جينا نتحدث عن القضيه التي ناقشتها روايه انتداب، و على ماذا احتوت فكرة انتداب بعيدا عن ما أراده الكاتب. نعم. لأن الكاتب يريد شيء والقارئ يريد من القراءة شيء، وهناك فضاء النص المفتوح الذي يسمح بالتأويل لكل قارئ. بالضبط كده، هو القارئ بكل تأكيد يعني القارئ المتخصص أو القارئ العادي إذا قرأ وفق التوقعات لروبرت يوس، كل قارئ كل من القراء يقرأ بحسب ثقافته بحسب درية وعيه وهكذا. فكما قلت أنا الهيكل الأساسي والقوام الأساسي هو البنية السردية عبارة عن هذه القصة الواقعية، فأنا وظفتها في رواية عمل سردي كتجربة إنسانية كما قلت. جميل. ننتقل إلى العنوان الثاني وهو نحيب الانكسار، وهو صدر في العام 22. تكلم عن تجربته وجرأة الكاتب على طرح عمل ثاني، أعتقد لو ما كان عنده مقومات بتدعمه في أنه يتشجع على انه ينتج عمل ثاني، وصدى العمل الاول وقبول والقراءات النقديه اللي قدمت من اجله ما بتخليه يقدم على انتاج عمل ثاني. بكل تاكيد هي المحفزات يعني هي الوقود الاساسي، وقود الاشتعال بالنسبه للكاتب، سواء كانت محفزات متعلقه بالجوانب الماديه او محفزات متعلقه بالجوانب الابداعيه اللي هي الجهات والمؤسسات التي ترعاها والتي يعني تعمل على تدشين الروايه، تعمل على تقديم مقالات نقديه، تعمل على رعايه المبدعين. بكل تاكيد يعني كل كاتب يحتاج الى جهه راعيه او الى محفز لكي يستمر في كتابه في 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 الكتابه. يعني كتابه بلا محفزات يعني هي صعبه للغايه. فبكل تاكيد اذا لم يجد الكاتب الدعم المعنوي والدعم الرعاية الكاملة، بقول تأكيد أمر إصدار أو طبع رواية أو مجموعة شعرية أو مجموعة قصصية صعب للغاية. كلمنا عن نحيب الانكسار كمنتوج ثاني ليك في المكتبات السودانية وعن القضية التي تناولها. بالضبط كده، نحيب الانكسار تجربة إنسانية أخرى وظفتها من عوالم متخيلة،
وهي عبارة عن قصة حياة شاب تخرج في جامعة السودان، تخصص معمار وعمل هنا في السودان في الهندسة المعمارية في مكتب تصميم، واستفدت من هذه القصة ووظفتها في هذا العمل السردي. وبعد ذلك انتقل إلى المملكة العربية السعودية وناقشت أيضا موضوع التغرب عن الأوطان ومشاكل القربة والاقتراب وما شابه ذلك. وهي الفترة الزمنية والمدى الزمني كرؤية نقدية مدعمة بتجريب سردي، إذا انتقلنا إلى الجانب النقدي، الفترة الزمنية والمدى الزمني محصورة منحصر من العام بتقريبا 2016 إلى 2022. في هذه الفترة أو أطول من ذلك إذا يحق للكاتب أن يقوم بعمل فلاش باك، إذا تناول قصة حياة البطل أو الشخصية المحورية، إذا تكلم عن الجد وهكذا على سبيل الفلاش باك. فأنا وظفت هذه القصة من عوالم متخيلة في في في, في هذا العمل السردي الثاني. جميل. كذلك أنتجت أنين وقلمي، وهي مجموعة قصصية. الحاجة احتوت على كم قصة، هي آخر إصدارة صدرت في ديسمبر من العام 2022، ونتكلم برضو عن القضايا اللي تناولتها. وجايك في سؤال مهم جدا فيما يلي الثلاثية، انتداب ونحب الانكسار وأنين وقلمي. بالضبط كده. البنية السردية للمجموعة القصصية مكونة من أمضات قصصية، مكونة من قصص قصيرة جدا، مكونة من قصص قصيرة. الومضة القصصية في حد ذاتها لم تحظ إلى الآن بانتشار، أو لا نقول قبول لكن نقول انتشار في الوسط الثقافي العربي. هي فن حديث نسبيا، الومضة القصصية. وإذا سنح لنا المجال إن شاء الله في ثواني أخرى أو في مدى او في مجال، هي خليط عنين الانكسار، هي خليط ما بين بالضبط كده القصه القصيره والقصه القصيره جدا، مش كده؟ وامضات قصصيه، قصص قصيره، قصص قصيره جدا. ايوه، يعني هي ما هي مخصصه فقط للقصه القصيره ولا للقصه القصيره جدا؟ بالضبط كده، هي جمعت بين النوعين، بين ثلاث انواع: وامضه قصصيه، وقصه قصيره جدا، وقصص قصيره. جميل. طيب ليه اخترت في انه كتاب واحد يحتوي على ثلاثة صنوف من الادب السردي، في حين كان يمكن تخصيص هذا الكتاب للقصص القصيره جدا، او للقصص القصيره، او للومضه القصصيه؟ بالضبط، هذا سؤال جميل. ده مرتبط، كل الباقي دي مرتبطه بالكتاب النقدي اللي هو اسمه رؤان. اسمه رؤان بمساواه رؤان النقديه. فأنا اخترت أو استفدت من عمل الوقت والزمن، جمعت هذه الثلاث أنواع من الفنون السردية في كتاب واحد. ليه؟ لأنه عندي فيها شغل نقدي في كتابي النقدي. لأجل ذلك قمت بجمع هذه الأنواع الفنون السردية في كتاب واحد، هي أمضات قصصية، وقصص قصيرة جدا، وقصص قصيرة. جميل. الملاحظ في هذه الإصدارات الثلاثة، انتداب، نحيب الانكسار، وأنين قلمي، إذا واضحة الإصدارات الثلاثة، غرابة العناوين. كيف اخترت العناوين الثلاثة؟ هل أنت من أصحاب مدرسة اختيار العنوان قبل البدء في التأليف، ولا اختيار العنوان بعد نهاية إنتاج العمل؟ بالضبط كده. هو طبعا العنوان في حد ذاتها علم من أنواع العلوم، فاختيار العنوان هو موضوع صعب جدا يعني. فأنا من مدرسة إنه تبدأ في السرد ثم بعد ذلك تختار العنوان أو العتبات أو عتبات النص لجرة جينيت. يمكن أن تغير العنوان، يعني انتداب كانت في المرة في الخيار الأول كانت باسم نزوة، ثم غيرنا الاسم لانتداب بتشاور مع صديق رواية، غيرنا الاسم لانتداب نسبة للحركة أو الحركة نادت بها قلنا التاريخ بتاع جامعة الخرطوم، أو المحرك الأساسي والموضوع الأساسي كانت في استفادت من موضوع البند السابع وفي موضوع الانتداب. فلأجل ذلك قمنا بتسمية هذه الرواية بانتداب. ونحب الانكسار أيضا اخترت هذا العنوان بعد ما انتهيت من السرد، او هو كان اختيار مره واحده ولا كان في اكثر من عنوان؟ اكثر من خيار. ايوه كان اكثر من خيار. ايوه كان اكثر من خيار. بدات باسم نزوه، ثم بعد ذلك يعني استقر الاسم على انتداب.
جميل. طيب هل بتعتقد انه في واحد من هذه الاصدارات الثلاثه كان العنوان ظالم للمحتوى باعتبار انه في كثير من الاحيان يقرا الكاتب العنوان قبل ان يقرا المحتوى، وفي مرات كثيره تسوق العناوين للمحتويات، يعني يكون في عناوين جاذبه ولكن المحتوى اقل جاذبيه. يقول مصطفى لطفي المنفلوطي عنده مقال كامل اسمه العناوين او خداع العناوين، بيتكلم عن انه يمكن للكتاب ان يقرا من عنوانه، يعني يمكن العنوان ان يكون واصفا او ان يكون شارحا او يمكن العنوان ان يكون خادعا. فهل بتعتقد انه العناوين الموجوده في الاصدارات الثلاثه دي في واحده منها ظلم المحتوى الموجود باعتبار انك لم تكن موفق في اختيار العنوان؟ الى الان انا حسب وجهه نظري، يعني حسب وجهه نظري او الى الان اظن ان العناوين التي اخترتها اظنها عناوين مناسبه، بحيث انها يعني كما قلنا هو عنوان لا يكون واشن بما في داخل المد، ولا يكون موحن مثلا، ممكن ان يكون عنوان محايد. حسب مجهود جير الجينيت له عتبات النصوص السرديه، فلذلك اظن ان العناوين مناسبه حسب وجهه نظري. فاذا تناول غيري جاء في الجانب النقدي، اذا تناول العناوين او العتبات يمكن ان يطرح وجهه نظري وفي كل خير يعني. جميل. طيب يا باشمهندس، انت عندك اسهامات ايضا في النقد الادبي مش كده؟ في النقد الادبي. جميل. يعاب على كتاب النقد الادبي انهم لما يجوا ينتجوا منتوج جديد من الادب بيركزوا على البنيه السرديه بحيث انه الرؤيه تكون رؤيه ناقد، بان لا يكون هناك خلل في بناء النص السردي، ولكن هذا يغطي على الجوانب الفرديه او يطغى على الجوانب الفنيه عفوا، بحيث ان يكون النص. وهذا اعيب فيه بروفيسور الراحل عبد الله الطيب باعتبار انه نصوصه اذا جئت عيلة من حيث السلامه اللغويه والبناء وعلم العروض سليمه جدا، لكنها يعني من حيث الشعور تحدث فيها الكثيرين. فهل يمكن ان يقع الناقد في هذا الفخ باعتبار انه يكتب النص السردي نص متماسك على مستوى البنيه السرديه ولكنه فيه بعض الخلل او العيوب الفنيه؟ بعد الالتزام قصدك، او بعد الالتزام، او بعد الضوابط المشدده، او بعد يمكن ان نقول بعد الالتزام وبعض الضوابط المشدده. هو اظن ان الموهبه في حد ذاتها هي الفيصل، يعني هو النقد في حد ذاته موهبه، وكما قال الراحل الدكتور جواد العصفور، اذا لم يكن لديك موقف اظن فالنقد في حد ذاته هي عباره عن موقف او عباره عن موهبه. فكما قلت يمكن ان يكون هناك بعض الضوابط المشدده التي يلتمسها القارئ بان الناقد يكتب بحس الناقد، لا يكتب بحس الكاتب. يمكن الكاتب ان يكتب بحس الكاتب ولا لا يلتزم او لا يتشدد في النص الذي يكتبه، لكن كما قلت ان الناقد يكتب بضوابط ويكتب برؤى يمكن ان تكون مشدده. اذا هل استطاع عباس في هذه التجارب الثلاثه ان يطغى فيه حس الكاتب على حس الناقد، ام ان التجربه استطاعت ان تتخللها بعض الملامح الفنيه وبعض الملامح السرديه في جوانب اخرى باعتبار انه استطعت ان تكون محايد ما بين الكاتب وما بين الناقد؟ وبالطبع انا لا استطيع ان اقيم نفسي، بالطبع موضوع التقييم يحتاج الى مدارس اخرى ويحتاج الى اقلام اخرى يمكن ان تقيم، لكن من قرا حدث اقل من وجهه نظرك يعني. لكن من قرا قال ان التجربه السرديه والتجربه النقديه تكاد تكون جيده او تكاد تكون يعني مقبوله، لكن طبعا لا يمكن ان اقيم نفسي او لا يمكن ان اعطي نفسي العلامه الكامله، لكن بحسب موهبه لكل انسان لديه موهبه التقييم، يعني لديه موهبه التقييم هذا، فاظن انها يعني بالنسبه لي انا غير راض الى الان، لكن نقول انها مقبوله. في دراسات نقديه اتعملت على اي واحده من الاصدارات هذه؟ الى الان لا توجد جهه بعينها عملت اشتغلت او قامت بعمل دراسه نقديه الا قليل، يعني كمؤسسه او جهه نقديه. انت كما تعلم هنا حركه النقد في السودان ضئيله شويه، تعتمد على المجهود الفردي يعني. فالمجهود الفردي فيه صعوبات كثيرة يعني كما تعلم. طيب جميل. عباس أنت تعلم هناك فوارق ما بين الراوي وما بين الكاتب وما بين بطل العمل الروائي، ف
بالضبط كده. بطل العمل الروائي والراوي والكاتب. يمكن للكاتب أن يملي على الراوي ما يريد للبطل أن يفعله. فهل استطعت أن تتخلص من فخ أن لا يملي الكاتب ما يريد من أهواء شخصية بحيث تقال على لسان البطل أو لسان الراوي؟ بالضبط. إذا رجعنا لموضوع النقد اللي هيك كما تعلم أنت في تقنيات السرد توجد تقنية بضمير المتكلم. في هذه الحالة تقنية بضمير المتكلم اللي هو الأنا في هذه الحالة، أو إذا تحدثت عن الذات المبدعة، عن الكاتب والذات المبدعة وعن الراوي، الراوي العليم، أو إذا هي السرد عبارة عن تقنيات، يوجد تقنية بضمير المتكلم ويوجد تقنية أخرى بضمير الغائب الجمع والمفرد. في التقنية بضمير المتكلم، تقنية سردية بضمير المتكلم الأنا، يمكنك أنت كراوي، التقنية هذه تمنحك سلطة سردية، أنت كراوي يمكنك أن تملي على شخصيات التي اخترتها، تملي عليهم ما تريد قوله أو وتحدد مصائرهم وما شابه ذلك. بمعنى أن التقنية السردية هي الفيصل أو الحكم في موضوع في الموضوع المختص بالذات المبدع والراوي. أنا شاكر لك جدا الباشمهندس عباس طنبل عبد الله الملك، حفيد حمزة الملك طنبل، الأديب المعروف أحد الذين أسسوا الأدب في السودان منذ جريدة الحضارة وجريدة السودان، الكاتب والروائي، صاحب الإصدارات الثلاثة انتداب ونحيب الانكسار وأمين قلمي. شكرا جزيلا، كنت ضيف عزيز علينا في ظل الله سيدي. كل شكر التقدير لك أستاذ نزار، وشكر لأسرة قناة الشروق، وإن شاء الله سنلتقي في صوانح أخرى مع الشكر والتقدير لكم. إلى الملتقى. دي كانت مساحتنا الثانية في ظلال الأصيل، والتي تناولنا فيها تجربة الكاتب الشاب الباشمهندس عباس طنبل عبد الله الملك بإصداراته الثلاثة أنين قلمي ونحيب الانكسار وانتداب. تتواصل مساحات المحبة بيننا وبينكم في ظلال الأصيل. أهلا بالجميع.